عن التعليم وتحديات المستقبل. التعليم في بلدنا بهمومه ومشاكله المتراكمة مطروح منذ سنوات طويلة على أجندة كل حوار عام. مع الكاتبة إيمان رسلان، عضو المجلس الأعلى للثقافة. ما مشكلة التعليم في مصر؟ لازم نقتنع إنه مش عبء اقتصادي، بل بالعكس هو قيمة مضافة. في الوقت اللي العالم كله بيتجه فيه إلى توحيد التعليم، نحن فعلاً نصنع هذه الجزر المنعزلة. لا يوجد مجلس أعلى للتعليم المصري، إنما كل وزارة ليها مجلس أعلى بتاعها. الطالب في جامعة الأزهر بيدرس منهج المدني العادي إلى جانبه في دراسة دينية. لماذا يقبل الناس على التعليم؟ لأنه التعليم الأزهري هو تعليم يودي الجامعة، وحلم الأسرة المصرية أن يدخل أبنائها الجامعة، أن ابنها يخش الجامعة، يسد العجز في المدرسين بمدرسين غير مؤهلين. هذا المعلم أرجو أن لا يقتصر على كليات التربية ويرجع للفكرة الرئيسية، لفكرة كليات العلوم وكليات الأدب. أبناؤنا والتعليم. اليوم نحن نتحدث عن حجر الأساس في أي نهضة، عن قضية المستقبل، بل عن قضية كل يوم في حياتنا وفي حياة أبنائنا. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.